وفي رد لسؤال قناة الفلوجة بشأن التلكؤ الحاصل في مشروع إعادة ترميم مستشفى ابن سينا في مدينة الموصل، أكدت لجنة الصحة النيابية للفلوجة أن محافظ نينوى يتحمل مسؤولية التلكؤ كاملة بسبب مخالفته الضوابط في منح المشروع لصالح إحدى الشركات. نتابع التصريح. أما ما تفضلت به من المستشفى ابن سينا، الخطأ يتحمله محافظة نينوى التي كان يجب أن تعرف أنه ليس من صلاحياتها منح تعاقد بقيمة 327 مليار وأنه خارج صلاحياتها للتعاقد. لذلك المجلس الاقتصادي في رئاسة الوزراء قام بدعوى لخمس شركات بشكل مباشر، وهذه الشركات بالتأكيد من المفروض أن تكون شركات ذات خبرة عالمية وتملك أعمال مماثلة. لذلك أعتقد في غضون الأيام المقبلة سيحل هذا الأمر بدعوة هذه الشركات ودراسة أفضل عقد. وأنا أقول لك مرة أخرى بأنه من يتحمل التأخير هو محافظة نينوى، لأن كان يجب أن تعرف من الناحية الإدارية بأن هذا التعاقد هو خارج ضوابط صلاحياته.